وأشهد أن حدث الزلزال المفجع في تركيا وسوريا وصل حتى إلى الإسكندرية عندنا في مصر، تشققت الطرق وكان زلزالا صعبا جدا. ومما رأيته وهالني الحقيقة يعني عمارة 24 دور سقطت كلها ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني مات أناس ما توقعوا أن يحدث هذا، والله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يرحم من مات منهم وأن يلطف بالجرحى، لا سيما في سوريا فوضعها صعب جدا ومزري. يعني البلاء الذي كانت فيه جاء هذا الزلزال بكل أسف وقتل عددا كبيرا، يعني تهدم في تركيا تقريبا 1700 بيت. يعني يعني زلزال 1939 مات فيه 30,000، وبرضو يعني زلزال آخر كان في تركيا برضو مات 35,000. يعني الله المستعان. الزلزال دي تعرف يعني عقوبات، الله عز وجل يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، ده تخويف. الله عز وجل يستعتب عباده فيجب عليهم أن ينزعوا إذا كان في مخالفات، وهي تملأ ديار المسلمين بكل أسف. يعني يمتحنهم الله عز وجل بالزلازل والبراكين وهذه الأشياء. فهذه فرصة أن نعود إلى الله عز وجل. سن ما يدري، أعتقد الذين ما ماتوا كان منهم ناس يقولون غدا سنفعل كذا وغدا سنفعل كذا ثم لم يمهلوا. ونحن ما زلنا أحياء عندنا فرصة أن نرجع إلى الله عز وجل. وأنا أتذكر فعلا يعني ظلمة القبر، وعندما يغلق القبر على الإنسان لا حيلة له في الرجوع ولا العتاب، حتى لا يستعتبون. فعندنا فرصة أن نرجع إلى الله عز وجل ونحن أحياء قبل أن يعني يأتي الأجل المحتوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالتوبة التوبة بالرجوع إلى الله تبارك وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. النهاردة عندنا حديث وهو من حياة الصحابة رضي الله عنهم، حديث غزوة سيف البحر. وأعتقد أن كثيرا من الناس لا يدري ما هذه الغزوة، غزوة سيف البحر أو جيش الخبط. وأنا سأتلو عليكم رواية مسلم، إن هذا الحديث يروي جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، ورويه خمسة عن جابر. أشبع روايات في الخمسة رواية أبي الزبير عن جابر، فيرويه اتفق الشيخان على رواية وهب ابن كيسان وعمر ابن دينار كلاهما عن جابر، وانفرد مسلم بالثلاثة الباقين برواية أبي الزبير عن جابر، ورواية عبيد الله بن مقسم عن جابر، ورواية الوليد بن عبادة ابن الوليد بن الصامت عن جابر ابن عبد الله. وسأذكر ما في كل رواية من الفوائد في أثناء الشرح. طريقتي التي يعني تعرفونها أنني أجمع الروايات كلها وأسبكها في بعضها كأنها حديث واحد، يعني أخذ الفوائد اللي في كل رواية وأضمها على الروايات الأخرى حتى يعني يستقيم الحديث كله. قال مسلم رحمة الله عليه: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير اللي هو ابن معاوية عن أبي الزبير عن جابر. ثم قال مسلم: وحدثنا
يحيى ابن يحيى قال حدثنا أبو خيثمة اللي هو زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر. طبعا شيخ مسلم أحمد بن عبد الله بن يونس هذا ثقة ثبت. ذهب رجل إلى الإمام أحمد قال له من توصيني بالكوفة؟ قال عليك بشيخ الإسلام أحمد بن يونس. طبعا ده من أحمد بن حنبل تزكية عظيمة أن يصف أحمد بن يونس بأنه شيخ الإسلام. وقال أبو حاتم الرازي ثقة متقن. ودي طبعا من أحمد من أبي حاتم الرازي كأنه يعني من فك من بين فكي أسد. أبو حاتم الرازي إذا أثنى على راوي وعد كده منه يقوم مدعيان، لأنه كان يجرح الراوي بالغلطة والغلطتين، لو حافظ 30,000 وغلط مرتين كان يغمزه. فيعني إذا وثق أبو حاتم رجلا فلا يوثق إلا صحيح الحديث. وقال أبو حاتم الرازي آخر من روى عن سفيان الثوري هو أحمد بن يونس. وزهير بن معاوية أيضا ثقة ثبت أثنى عليه الأئمة كلهم. وأبو الزبير محمد ابن مسلم ابن تدرس هذا طبعا راوية جابر، أكثر من روى عن جابر أبو الزبير رحمة الله عليه. وجابر بن عبد الله ده قصة كبيرة لي مع جابر بعد هذا الحديث، وقفات في دين جابر وزواج جابر، لأن له مع النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث ومواقف كثيرة سأذكرها إن شاء الله تعالى. بعدما ذكر مسلم إسناد الحديث وحول إسناده إلى إسناد آخر عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم في 300 مسلم غزو سيف البحر. سيف هكذا السين المكسورة يعني ساحل البحر أو شاطئ البحر أو جيش الخبط. الخبط اللي هو الورق الناشف اليابس لما فقدوا الزاد كما ستسمعون بدأوا يأكلوا ورق الشجر، يخبطوه بالعصي ويحطوه في المية عشان يلين ويأكلوه، حتى تعرفوا مقام الصحابة وأن هذا الدين ما وصلنا إلا على دمائهم. فكيف فرطت الأمة فيما حفظه هذا الجيل الكبير الفريد، ما وصل هذا الدين إلا على دمائهم وعلى جهدهم وتضحياتهم. كما ستعلمون دي غزوة من ضمن الغزوات، حياتهم كلها كانت جهاد، يطلعوا من غزوة إلى غزوة ومن غزوة إلى غزوة لا يستريحون. زي ما قلت لكم في الحديث الماضي حديث سلمة بن الأكوع أن بعد غزوة ذي قرد غابوا 3 أيام في المدينة فقط، ثم دعوا إلى غزوة أخرى وأمروا أن يخرجوا إلى غزوة أخرى. يقول جابر رضي الله عنه بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنبر علينا أبا عبيدة ابن الجراح. أبو عبيدة أحد العشرة المبشرين بالجنة، واسمه عامر ابن عبد الله ابن الجراح. وأبو عبيدة أسلم قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، أسلم هو عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن مضعون في يوم واحد قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم. وأبو عبيدة ابن الجراح كان له محل عظيم، كان ثالث واحد يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة سئلت من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت أبو بكر ثم عمر ثم أبو عبيدة.
ابن الجراح، وكان أبو عبيدة أثيرا لدى عمر ابن الخطاب، حتى أنه تمنى مرة أن يكون في هذا البيت ملؤه كمثل أبي عبيدة ابن الجراح. والطبراني روى خبرا في حق أبي عبيدة، هو الذي قتل أباه، لأن أباه كان مشركا، وكان أبو عبيدة يتحاشى أباه، كل ما يشوف أبوه يهرب منه، مش عايز يقتله لأنه كان كافرا، لكن أبوه كان يقصده، هو يهرب من أبيه وأبوه يقصده، فقتل أباه، يعني في النهاية قتل أباه. والطبراني روى خبره بإسناد جيد، فسبحان الله نزل فيه قوله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله وكانوا آباءهم. نزلت هذه الآية في أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. وأبو عبيدة هو الذي رشحه أبو بكر في سقيفة بني ساعدة. تعرفين خبر السقيفة؟ خبر يعني رائع جدا جدا. ولما ذهب أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح، لما علموا أن الأنصار بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ائتمروا بينهم أن يرشحوا واحدا من الأنصار يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أول ما عمر سمع كده قال يا أبي بكر هيا بنا إلى سقيفة بني ساعدة. الأنصار بدأوا يختاروا واحد منهم أن يكون خليفة، فذهب أبو بكر وعمر وأبو عبيدة إلى سقيفة بني ساعدة، ولقوا واحد يعني متدثر بعباءة كأنه يعني مريض أو كذا، يعني اللي هو سعد بن عبادة. فلما سمعوا الأنصار عايزين يعني يرشح واحد منهم، فقال أبو بكر إن هذا الأمر لا يعرف إلا في قريش، الخليفة ينبغي أن يكون قرشيا، وأنا أختار لكم أحد هذين الرجلين، عمر أو أبو عبيدة ابن الجراح. يقول عمر بن الخطاب: ولم أكره من كلامه إلا هذا، لما قال يعني أختار لكم رجلا من الاثنين أبو عبيدة أو عمر ابن الخطاب. فلما حصل لغط وعلت الأصوات وهيحس إن فيه اختلاف، فقال عمر لأبي بكر: ارفع يدك يا أبا بكر. فرفع يده فاختاره عمر وأبو عبيدة، ثم اختاره بقية الأنصار. ده كلام عمر أن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله شرها. فهو كونه يختار أبو بكر يختار أبا عبيدة أو عمر، هذا يدلك على محل أبي عبيدة ابن الجراح. ولما جاء أهل اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أرسل إلينا من يعلمنا أمور ديننا، فاختار أبو عبيدة ابن الجراح وقال: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. فأبو عبيدة رضي الله عنه بالمحل الذي لا يجهل، فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض جهينة، لأن كانت جهينة بتهدد المدينة، فأرسل بعثا من الصحابة 300 راكب، وأمر عليهم أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، وأخذوا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم جرابا من تمر، 300 واحد أخذوا جرابا من تمر. طب بالإضافة لي أن كل واحد كان معاه أكله الخاص، وزودهم جرابا من تمر، فقعد جعلوا يأكلون حتى فان الزاد، بدأ الزاد يقل، اللي كان جايب أكل معاه أكله، بقي الجراب اللي هو مع أو زودهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فكان أبو عبيدة يعطيهم حفنة حفنة، كل واحد يقول له 3-4 تمرات، فلما قل الزاد جدا كان يعطيهم تمرة تمرة، كل واحد يأخذ تمرة واحدة. فقال وهب ابن كيسان لجابر: طب وتمرة تعمل لكم إيه؟ قال جابر: أحسسنا فقدها، لما نفانا التمر حسينا بالجوع. قال: كنا نمص التمرة كما يمص الصبي ثدي أمه ونشرب عليها الماء، يعني تمرة يمصها زي الحلاوة اللي بكلها دي الكراميلة دي ويشرب عليها وي، فتكفينا النهار حتى الليل تمرة واحدة. حتى جاعوا فلجوا إلى ورق الشجر والخبط، اسمه جيش الخبط، عشان كده الخبط الورق اليابس كانوا يكسروه بالعصي، يضربوا الورق الناشف بالعصي لحد ما يفتتوه وبعدين يبلوه بالمية ويأكلوه. ظلوا هكذا نصف شهر 15 يوم. قال: حتى بلغ الجوع منا مبلغه، فرمى لنا البحر بدابة عظيمة كالكثيب الهائل. كثيب اللي هو زي تبة كده، يعني مش هقول لك بقى الحوت الأزرق ولا الكلام ده، لا، ده انت تعرف صفة الحوت دلوقتي تستغربه جدا. أول ما البحر رمى بهذه الدابة على الشط، يعني على سيف البحر اللي هو شاطئ البحر، يعني قال أبو عبيدة ابن الجراح: ميتة لا تأكله. أول ما شاف الحوت قال لهم: ده ميتة لا تأكله. طبعا هنا يعني لابد أن نقف وقفة فيما يتعلق بأصل من الأصول التي سأذكرها وأيسرها جدا لكم حتى تستوعبوها، وهي من مادة أصول الفقه. تعرفين لما كنت بدي زمان في قناة الناس كنت بشرح أصول الحديث، كان قصدي بهذا إن نعمل ثقافة حديثية أو فقهية لدى الجماهير، مش عايز يبقى متخصص بس عايز يفهم، يسمع الكلام ويفهمه. لما أقول له ده إسناده صحيح يعني يعرف يعني إسناده صحيح. أنت عارفين عندنا الأدلة أو الأحكام الشرعية دليل ودلالة. الدليل خاص بالأحاديث فلا بد أن يكون صحيحا، دليل صحيح ودلالة صحيحة. الدلالة دي قسم أصول الفقه، الدليل أصول الحديث، فيشترط أن يكون الدليل صحيحا وتكون الدلالة أيضا صحيحة. طب أبو عبيدة ما كانش يعرف أن السمك حلال، ميتة السمك حلال؟ لا، ما كانش يعرف، لم يسمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك أول ما شاف الحوت قال: ميتة لا تأكله، معناه أن الأصل في الأدلة العموم. إذا شفنا حديث للنبي عليه الصلاة والسلام أصلا يفيد العموم، يعني يفيد العموم، يعني للرجال والنساء معا. لو سمعت: يا أيها الذين آمنوا، كما يقول ابن مسعود: فأرعيه سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنتهي عنه. يا أيها الذين آمنوا يشمل الرجال والنساء معا، لكن يغلب ذكر الرجال الذكور، إذا اجتمع الذكر والأنثى يغلب الذكر. فكل الأدلة تفيد العموم، أي للرجال والنساء معا، إلا أن يكون هناك دليل تفريق، كقول صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. فرق ما بين الرجال والنساء في الحديث، كل واحد بقى له حكم. لكن لو كان قال: إذا نابكم في صلاتكم شيء فسبحوا، وسكت، يبقى للرجال والنساء مع بعض، طالما لم يفرق.
خلاص؟ ده معناه الأصل في الأدلة العموم. يعني إيه العموم؟ العموم يستغرق كل أفراده. يعني إيه؟ يعني كلمة الناس اسم جنس يفيد الناس جميعا. اسم الجنس، الجنس اللي هو النوع، يعني رمل، تراب، حجر، ده اسم جنس، رجل، امرأة. إذا حلي بالألف واللام يفيد العموم. قلت الناس، ده اسمه عموم. زي إيه مثلا؟ كقوله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الناس هنا المقصود بهم مين؟ الدنيا كلها. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كل الناس، خلاص؟ ده معنى الآية، وده كلمة جميعا برضو. طيب، ده الناس هنا اسم عموم يفيد العموم، لأن في عموم يفيد الخصوص زي ما أقول لكم دلوقتي، خلاص؟ طيب، قول الله تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج. الناس هنا المقصود بهم إيه؟ المسلمين ولا الناس كلها؟ طبقات الناس أهو. قلنا لا يجوز أن يحج البيت مشرك، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يحجن البيت بعد العام مشرك. طيب المشرك ده من الناس، ليه ده يفيد عام يفيد الخصوص؟ معناه مخصوص مش عام للدنيا كلها، علشان آية وحديث. الآية: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، خلاص، ولا يحجن البيت بعد العام مشرك. فالناس هنا في الآية وأذن في الناس بالحج، العلماء بيسموه عام مخصوص، هو لفظه عام لكن معناه مخصوص، مش زي قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ده معنى كلمة عام. عام أي يشمل الرجال والنساء معا. فلو جالي لفظ عام في أي دليل من الأدلة، سواء كان آية أو كان حديث، أنا ببص للعموم ده، هل هو عام على عمومي ولا عام مخصوص؟ زي ما أنا قلت لكم في قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا، ده عام يفيد العموم. وأذن في الناس بالحج، ده عام يفيد الخصوص. لفظ عام شكله شكل العام، لكن معناه مخصوص بطائفة من الناس مش كل الناس. زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. عزيز ده جماعة العلمين عملوا عليه مشكلة، قال لك الإسلام انتشر بالسيف، إيه دليلكم؟ يقول لك الحديث ده: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله تبارك وتعالى. يقول لك ده دليل إن الإسلام انتشر بالسيف، أمرت أن أقاتل الناس، وهذا طبعا كذب مش حقيقي، لأن الحديث كما يقول العلماء يفسر بعضه بعضا. نفس الحديث ده أخرجه الإمام النسائي بلفظ: أمرت أن أقاتل المشركين حتى يقولوا لا إله إلا الله. لأن الناس ثلاث أنواع: يا مسلم، يا منافق، يا كافر، مفيش قسم رابع. طيب هنحط واحد من الأقسام دي في الحديث: أمرت أن أقاتل المسلمين حتى يقولوا لا إله إلا الله. طب ما هم بيقولوا، فما ينفعش أحط المسلمين مكان الناس، خلاص؟ ما أنا هشيل كلمة الناس
وأحط الثلاث أنواع وأشوف الكلام هيستقيم ولا لا. هنحط كلمة المسلمين النوع الأول، أمرت أن أقاتل المسلمين حتى يقولوا لا إله إلا الله، الكلام ده يستقيم؟ طبعا لا. طيب أمرت أن أقاتل المنافقين حتى يقولوا لا إله إلا الله، طمام بقولوه، ما المنافق يقول لا إله إلا الله، خلاص يبقى مش هما المقصودين. ما بقي في الثلاث أنواع إلا الكافر بس. أمرت أن أقاتل المشركين حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو ده فهم الحديث، لا يفهم إلا هكذا. فالحديث ده برضو أمرت أن أقاتل الناس، ده كل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله تبارك وتعالى. فنرجع إلى الحديث بتاعنا، لما أبو عبيدة قال ميتة لا تأكلوه، أنتم عارفين أن الميتة محرمة بكتاب الله عز وجل، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية في سورة المائدة. فالميتة اسم جنس محلى بالألف واللام، طالما محلى بالألف واللام يفيد العموم على طول، حرمت عليكم الميتة كل ميتة، والدم كل دم محرم. بس عندنا حديث ثاني بيقول أحل لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد ده الميتة، والكبد والطحال ده الدم. تعرفين الكبدة اللي احنا بناكلها دي ما هي دم، بس دم مش مسفوح، دم مجمد اللي هو الكبد. أحل لنا ميتتان اللي هو السمك والجراد، بنص الحديث ده السمك حلال، حتى لو مات حتف أنفه، مات وطفى على البية يتاكل، مش لازم أطلعه حي ويموت بعد كده، لا، لو لقيت سمكة طافية على وجه الماء يجوز أن أكلها، على المذهب الراجح مذهب الجمهور يعني. فالميتة هنا المحرمة أبو عبيد أجرى الآية على عمومها، حرمت عليكم الميتة الكل ميتة بما فيها السمك. لكن قال لي أبو عبيدة، رجع إلى نفسه هو الأمير وهو اللي يتصرف فيهم يعني، قال نحن رسل رسول الله وجيش رسول الله ونحن مضطرون فكلوا. إذن الذي جعله يأكل من وجهة نظر الضرورة، وربنا عز وجل قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. اضطر في مخمصة، المخمصة شدة المجاعة، مش لاقي هيقع من الجوع، في الحالة دي كل الميت ما فيش مشكلة، حتى لو يعني كانت ميتة حيوان. سفيان الثوري يقول بعد أن نزول هذه الآية، من جاع وأمامه ميتة فلم يأكلها فمات دخل النار. ليه؟ لأنه ترخص فيما لا يجوز له أن يترخص فيه، أباح الله له حتى يحفظ حياته أن يأكل الميتة أو أن يشرب المحرم، لأن حياته أغلى. عندك حتى خنزير إن أطاقت نفسك أن تأكله، خنزير ميت كله، لأن الله رخص لك في ذلك حتى لا تفقد حياتك. فطبعا ده بكل أسف الجماعة اللي هم بيضربوا عن الطعام والكلام ده، هو لو أضرب عن الطعام حتى مات فقد أعان على نفسه، لكن دلوقتي بيعملوا إضرابات والكلام ده على أساس يهتوا الإيه؟ الظلمة، يعني يعمل فيه يعني عمل شديد، ما يأكلش عشان يموت، تهديد كنوع من التهديد، لكن لا يحل له أن يواصل الإضراب عن الطعام حتى يهلك نفسه. فأبو عبيدة رضي الله عنه عمل بالعموم
إذ ليس عنده دليل آخر يبيح له أكل الميتة، لكنه رجع إلى نفسه وقال: نحن جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن مضطرون فكلوا. ده في ملحظ آخر، وهو أن الصحابة كانوا يجتهدون في بعض الأحكام دون أن يرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو عبيدة اجتهد إذ ليس عنده دليل، مع أنه ما سمعش النبي صلى الله عليه وسلم قال له حاجة، ولا عنده واقعة يستطيع أن يستند إليها. طب واحد يقول: طب إيه اللي عرفني أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي عن تصرفه؟ في آخر الحديث لما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: نحن وجدنا حوت واضطرينا ناكل وما كناش نعرف ان هو حلال. قال لهم: هل معكم منه شيء؟ ان كان معكم منه شيء فارسلوا الينا. خلاص، وده دليل موافقة النبي صلى الله عليه وسلم على اجتهاد ابي عبيدة ابن الجراح. الصحابة احيانا كانوا يجتهدون او يقولون شيئا من عند انفسهم ولم يسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شيء في هذا، زي الصحابي الذي رفع رأسه من الركوع فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع، فبعد ما خلص صلاة قال: من القائل كذا وكذا؟ فالصحابي خاف، يكون قال حاجة فيها غلط ولا بتاع، ينزل وحي يبكته وتبقى فضيحة بجلاجل لو نزل اسمه في الوحي، الوحي يتلقى إلى يوم القيامة. فما رضاش يتكلم، فقال: من القائل وكذا وكذا؟ فما رضاش يتكلم برضه. فقال: من القائل وكذا وكذا؟ فإنه لم يقل بأسا، ما قالش حاجة وحشة. حينئذ تشجع وقال: أنا يا رسول الله. قال: رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يصعد بها إلى الله أولا. هذا صحابي قالها من عند نفسه، اجتهد كده من عند نفسه وقالها، ما سمعش النبي صلى الله عليه وسلم قالها عشان يقول زيه: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. كان أحيانا بعض الصحابة يسددون، زي عمر بن الخطاب له موافقات، الموافقة اسمها موافقات عمر، فكان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله حجب نسائك فإنه يدخل عليك البر والفاجر. فما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يوافقه. ليه ما قالوش أمر من ربنا إنه يفعل كذا وكذا؟ لكن نزل القرآن موافقا لعمر في هذا. وكذلك في غزوة بدر لما الأسرى بتاع المشركين استشار النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل في الأسرى، فأبو بكر تعرف كان رفيقا، فقال: يعني دول أهلنا ونقبل الفداء، أي مبلغ حد يدفعه ونسيبه. أما عمر قال: لا، أرى أن يقتلوا. كان عمر شديدا. نزل القرآن موافقا لعمر في هذا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت العذاب أدنى من هذه الشجرة لو كنا قبلنا الفداء، لو كنا خدنا الدية أو المبلغ من المال في مقابل فك الأسارة كان عذاب، كان يقع بالمسلمين عذاب. الحقيقة الصحابة كان لهم تصرفات، وكانوا يتصرفون بدون ما يكون لهم دليل ولا كلام للنبي صلى الله عليه وسلم قبل كده عشان يتبعوه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرهم على هذا. فهذا يدل على جواز أن يجتهد الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد ما أكلوا من الحوت اللي هو العنبر، وكانوا يقطعون من لحمه وشائق وفدر،
تعرف لما تتبع عجلة أو جاموسة أو الكلام وتقطع من لحمتها وتقطع من لحمها كده، كانوا بيعملوا كده العنبر. وبعدين أبو عبيدة لنهاله العنبر ده كالكثيب الهائل. تعرف الشوكة اللي بتبقى في السمك في ظهر السمكة دي؟ أو ده اسمه ضلع العنبر. ما هو ده العظم بتاع السمكة اللي بيدي لها قوة. فأبو عبيدة جاب ضلع من أضلاع العنبر ده ونصبه وقفه، وجاب أعلى جمل وركبه أطول رجل فمر من تحته. تخيل بقى، يعني أطول جمل وأطول رجل كمان عايز يشوف العنبر ده يطلع ايه، فمر من تحته. فلما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم وأخبروه بقصة العنبر، لأنهم تصرفوا عن غير أمره صلى الله عليه وسلم، فخايفين يكونوا عملوا حاجة فيها مخالفة، زي حديث أبي سعيد الخدري برضو قال: نزلنا على حي من العرب فرفضوا أن يقرونا، مرضوش يضيفونا، وإحنا ناس أغراب، فأبوا أن يضيفونا، فلدغ سيد الحي والتمسوا له كل طب، حي لدغته ويعني زي مغمى عليه، والتمسوا له كل طب ما عرفوش يعالجوه. فقالوا روحوا للجماعة العرب دول، جايز حد يكون عنده علاج ولا حاجة. فرحوا لهم، قالوا لهم إن سيد الحي سليم، سليم مع أنه لذيذ. طب ليه سليم؟ داء من ذوق العرب، كانوا يسمون العلة بضدها. يعني تعرف النهاردة مثلا تدخل على واحد عيان تقول له ايه اخبارك، يقول لك بعافية. عافية انت عيان ازاي بعافية؟ يعني يؤمل العافية، عشان كده ما يقولش انا مريض، لا يقول بعافية. او فلان بدل ما يقول لك مريض يقول لك ده بعافية شوية. بعافية شوية كلنا فاهمين بعافية شوية، انا عيان ما فيش عنده عافية ولا حاجة. كانوا يسمون الصحراء مفازة، من أسماء الصحراء مفازة. ليه؟ تأميلا للفوز منها. اللي كان يتوه في الصحراء كان يموت، يتوه في الصحراء يموت على طول، بالذات إذا ما كانش يعرف مسالك الصحراء ولا طرق الصحراء كان يموت. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذا قال في حديث أنس وحديث بريدة وحديث عبد الله بن عمرو والكامل: لله أفرح بتوبة عبده العاصي من أحدكم بأرض فلاه، صحراء يعني، وكان معه راحلته وعليها طعامه وشرابه. فجاء في ظل شجرة ولا منام، فأمن النوم لم يجد راحلة وعليها طعامه وشربه، فأيقن بالهلكة، قال لك أموت خلاص. فبحث عنها حتى يئس منها، فقال: أرجع إلى مكاني وأموت، أموت في الظل أحسن. فراح نام تحت الشجرة، فلما استيقظ إذا به يجد راحلته وعليها طعامه وشربه، فمن شدة فرحه أراد أن يشكر ربه تبارك وتعالى، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح، لا سلنه سيموت، هالك هالك. فالصحراء اللي يعدي فيها ويمشي فيها ومش عارف الطرق بتاعتها يموت. فذلك العرب كانت تسمي الصحراء مفازة، تأميلا للفوز منها. تمام. فالجماعة قوم للصحابة قالوا لهم: إن سيد الحي سليم. ف
فهل فيكم راق؟ قال أبو سعيد وفينا رجل راق. في رواية النسائي أن الراقي هو أبو سعيد نفسه، بس ما قالش أنا راق، إنما في رواية ثانية قال أنا راق. قال فذهبت إليه فقرأت فاتحة الكتاب 7 مرات. طبعا ده ما فيش حد قال له كده، هو أراها من نفسه 7 مرات. قال فكأن الرجل انشط من عقال، كانوا كان متكتف مفاء اتحل. فقالوا لهم طب نديكم حاجة، نديكم ما مرضوش أكلهم وارتع. فاشترط عليهم 30 شاة، 30 غنماية، طالما أبيتم أن تقرون وتأكلون عايز 30 غنماية، ادوله 30 غنماية. فقال بعضهم لبعض كيف أخذتم الغنم ولم تستشيروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، وانتم عارفين ده حلال ولا لا؟ فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد وما يدريك أنها رقية، انت رأيت كده من دماغك وما يدريك أنها رقية؟ قال وقع في روعي فأرى الفتحة 7 مرات فكان منشط من عقال، كان متكتف وفاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ اقسموا لي معكم بسهم. خلاص قال لهم كده دل على انه حلال، ما فعلوه حلال واجتهدوا دون استئذان النبي صلى الله عليه وسلم، الضروره حكمت عليهم كده، فتصرفوا ولكن ما حبوش انهم يستفيدوا بالغنم الا بعد ما سالوا النبي عليه الصلاه والسلام. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين صواب ما فعلوا، فيوم يعمل إيه؟ يشركهم في الغنم، يأخذ برضه غنماية ولا اثنين ولا بتاع، وهذا يعني يدل على حله، إذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يختار لنفسه إلا أحل الحلال. فده يدل على أنه يجوز للصحابي أن يجتهد إذا وقع في ورطة أو حدث له موقف، يجتهد حتى لو لم يكن معه دليل على هذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم يصوي فعلهم بأنه يشركهم في ما يفعلون. هذه غزوة ظلوا فيها شهرا 30 يوم، منهم 15 يوم عضهم الجوع بنابه، لدرجة أكلوا ورق الشجر الناشف كمان، مش الطري، الناشف، وكانوا يبلوه في المية عشان يقدروا يبلعوه. انتوا عارفين شجر البادية الورقة عاملة زي الموس، تجرح الورقة، تجرح، وبالذات ورق البادية. في البادية لا كان فيه أنهار ولا كان فيه الكلام ده، إنما كان على مئات الأمطار يعني. فعشان ياكلوه لازم يخبطوه بالعصي، فده اسمه الخبط بقى. فكانوا ياكلوه، فظلوا شهرا منه 15 يوم جاعوا جوعا شديدا جدا، و15 يوم اكلوا العنبر ده، بعضهم يقول 18 يوم وبعضهم يقول شهر، بس شهر روايه شاذه غير صحيحه، انما الصحيح انه يا 15 يوم يا 18 يوم كما في الروايتين يعني. فهؤلاء الصحابه رضي الله عنهم هكذا كانت حياتهم، كلها جهاد لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. وكما قال الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم، في غزوة الغزوات النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يلا نرجع، قالوا له هنرجع وما فتحناش البلد؟ لا نفتحها الأول. تاني يوم قاتلوا قتالا شديدا فأصابتهم جراحات كبيرة، فقال لهم نرجع؟ فمفيش حد قال له لا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعلهم. كان بيقولوا امبارح نرجع، قالوا ازاي نرجع من غير ما نفتح البلد؟ فلما اصابتهم الجراحات الشديده قال لهم نرجع، وافقوا. بسبب ايه؟ بسبب هذه الجراحات التي اصابتهم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ليه؟ لان بها تزق الانفس.
تثق الأنفس بالقتال، ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الجنة تحت ظلال السيوف. وهذا الجهاد الذي تركناه إحنا الآن ذللنا بسبب تركه، ترك الجهاد. فهو الجهاد الذي كان شعار الصحابة وعزوا به وفتحوا الأمصار به وبلغت حضارتهم إلى الأندلس إلى إسبانيا، فتحوا حتى وصل هناك دولة بني أمية وصلت إلى الأندلس في أيام الموحدون الجماعة دول. فالإسلام فتحوا الدنيا بالجهاد في سبيل الله، بس ده كان اسمه جهاد الطلب. طبعا جهاد الطلب انتهى زمانه، ما عادش حد ممكن يفتح بلد تانية عشان ينشر الإسلام. لما بقي إلا جهاد الدفع، حد يعتدي عليك تدفعه، بس هو ده الذي بقي لنا. إنما جهاد الطلب ما عادش موجود. ليه؟ لضعف المسلمين الشديد وانتقال الدولة إلى الغرب أو إلى غير المسلمين، هم اللي بيصنعوا السلاح وبيصنعوا الصواريخ ومن كل حاجة. إحنا أمة مستهلكة فقط لا غير، بكل أسف يعني. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام وأن يرجع العز للمسلمين مرة أخرى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. عندي كلام كثير في هذا الباب، كلام كثير في يعني ترك الشعيرة العظيمة التي كان الصحابة يتمتعون بها وعزوا بها رضي الله عنهم. طيب إن شاء الله المرة القادمة حديث جابر ممتع جدا جدا جدا. حديث جابر، جمل جابر الذي ساومه النبي صلى الله عليه وسلم فيه ليقضي دين عبد الله بن حرام. عبد الله بن حرام ده والد جابر، اسمه جابر ابن عبد الله بن حرام. فكان على دين، مش هستبقي الأحداث والحديث يعني، لكن هو رواه عن جابر ستة من التابعين. من أفضل السياقات لهذا الحديث حديث نبيح العنزي عن جابر. أتى بالحديث على وجهه كيف قضى النبي صلى الله عليه وسلم دين عبد الله، وكيف يعني سلك مع جابر بن عبد الله سلوكا لا يفعله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أحيانا الله عز وجل إلى المرة القادمة سأتلو عليكم شيئا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم القرآن العظيم. الله يبارك فيك.